يسعد اوقاتكم مشاهدينا، مرحب فيكم بحلقه جديده من دروب وهروب. لا تنسوا دروب وهروب هو الكاميرا الخفيه مشاهدينا مع خالد ورزان. اكيد خلينا نشوف الشباب شو محضرين لنا لليوم. يلا يلا. هلا اذا الله راد جاهزين شباب؟ جاهزين؟ نعم. فانت هداك اليوم هلا كيفك؟ سوزي كيفك؟ جميل. فوت 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 لجوا. لا والله لا لا امسك. طيب يلا نجمتنا انت. الله الله يجيرك. تفضل كيفكم؟ طمنينا عليك. معقول ضغطي؟ لك يمكن ما بعرف شو صايبي ما انتبهت على الاسم. لا انت قدامه عم تحكي لي انت قدامه. ايش اخبارك؟ ماشي الحال تمام. انت كيفك؟ شو الاخبار؟ كيفك؟ رواق. وين الغيبه؟ لك ما في شيء. شو يعني بس بالشغل من شغل؟ لا والله كان في برنامج بشتغل عليه. وبعدين بتشتري مثل الاطفال شلون؟ ايه تمام قريت النص اشتغلت عليه ويعني عم فكر انه كيف ممكن اني انا اعمل شخصيه بطريقتي انا. يعني عشتك شخصيه الاميره؟ ايه طبعا. شخصيه الاميره بتكون كثير يعني شخصيه الاميره بدها تكون كثير لطيفه مع الاولاد اللي بدهم يشوفوك. يعني انت فهماني؟ يعني الشخصيه انا كاتبها انه كثير تتعامل مع الطفل بكثير اريحيه. صب الله كمان. انت شفتي هذا الشيء؟ شفته. ايه بعدين انا شغلي مسرح اطفال قبل هلا وكثير انا ما يعني هلا هي رح اعملها بصوتي انا بس انا كمان بعرف قلك صوت. يعني بصراحه انا ما لقيت بنت تلعب دور الاميره مثلك. شايف كيف؟ وانا يعني متوقع نجاح باهر. يعني صحيح مسرح هلا سمير هو حيلعب دور زعفور اذا قريتي. ايه قريته. هذا الدور يعني انا حبيته على فكره. ضحك. ايه حلو. يعني هي هذا هي الشخصيه هيك حبيتها حسيتها هيك قريبه يعني للطفل. اذا فتنا بروفات بعد بكره وقتك كيف؟ ايه خلص تمام. اوكي شيء. اوكي خلص. طبعا احنا حنعرض اول شيء بمراكز ثقافيه بعدين حنعرض محافظات. هو هيك احسن جدا. محافظات يعني نعم محافظات. انت موضوع السفر عادي ما؟ ايه عادي ما في مشكله. مو ضمن شو الدور اللي اقترحته عليها ليه؟ موضوع الاميره. هي ايه كان طبعا اميره الغابه بالضبط. ف نشتغل عليه يعني نشتغل. خلص ماشي. يعني بده شويه شغل يعني بس الامور الماديه بتحكيها مع ابو بهجات. يعني هو ما في مشكله خلص مو خلاف يعني. لا مو ابو بهجات هو بس انا شغلتي اكتب واخرج ما غير هيك. لا انا هلا شو ما كان اعطيني شغل انا تجي بالنسبه لي انا رضيت معه شو ما كان. ايه لو كان المضمون ما انه مليح بقول لك بس لا كشغل يعني كفكره كثير حبيتها. اوكي اعطيني 300 ورقه انا يعني هي الاسعار شو بنفع ما حيدفع صراحه هلا ما بيزيدها شوي في عادي عادي المهم نرسم ابتسامه على وجه الطفل هي كثير ما بتتقدر بالمسرح. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ سريري ان شاء الله بخير. تفضلي تفضلي. شكرا.
عن جد كثير كثير حليانة اليوم كثير نورة. سوزان معنا بالمسرحية. سوزان معنا بالعمل. هاي تشرفنا. ليا كمان معنا. هلا هي اول لقاء يعني هيئه الشخصيه من بعد اللي بتاخذ العقل يعني انت حالي انه انا هي فيها عجبتك شخصيه الاميره وحياتك الي والله بتقول قاعد بقلبي وحياتك شخصيه الاميره ما حتكون غير الي لحظه كثير حبيتها يعني هيك عم نسرح ايه نعم عمل مسرحي يعني شخصيه الاميره حسيتي انه شخصيتي كثير وهيك خاصه كيف تتعامل مع الاولاد وكثير حبيتها خلص ما هي بتلاقي شخصية الأميرة وحياتك أنا بدي البطولة خلاص وحياتك يا شخصية الأميرة كملها يا عندي أنا لك لحظة 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 هي المسرحية تبعت أميرة الغابة ما عم تقلي أنا المسرحية إلي أيام يعني الإنسان متقلب يعني في اللحظة والثانية يعني عم تمزح لا احنا متفقين من قبل يعني انا من وقت ما بعرف انه انت لا لحظة ثواني لو سمحتي انت ما على اساس على اساس انه انا بدي اعطيك دور الأميرة على اساس ما صار شيء انا بصراحة لما دوب ليرة انا لما شفتك عندك مشكلة؟ انا وياك اوكي ما في مشكلة انا لا لحظة انا وياك بس ما اتفقنا هيك صراحة يعني هي اتفقت معك هلا ما صار شيء بتعرض هي ثلاث عروض بتعرض عرض واحد لك يا سمير لحظة لو سمحتي مداخلة بعد فضل. بليز يعني معلش انا لا وقعنا عقد يعني. يا سوزي ليش عصبتي لحظة انا مخلص انا بحق لي انا اختار انت انا موقع عقد على اي اساس بحق لك هيك ايه طبعا انا المخرج انا بنقيكي ما بنقيكي بستوقفك خليها هي هي تعرض تطور عشان تعرضي عرض واحد ابوشني هالوش ما احلى بدك اول انا لا اخي شو رايك بالحياة لحظة 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 استاذ سعيد انا برايي يعني مركز اليوم رشحت يا حرام او اضافيره هيك يعني كان عندها وما بتطلع من عند الصالون اما دوليره او هي تطلع عروض وهي يعرض انتوا ليش عم تعملوا حساسيه يا جماعه يا جماعه يا جماعه ليش عم تعملوا حساسيه يا سوزي يا سوزي الله بليز مشاني مشاني اذا هي مرضت بليز او انت زعل من كور قلبي لا لا يا ريت انا باخذ عنها المشهد بليز ما عندي مرافقة أميرة ما بعرفك هيك ما بعرفك هيك والله شوف شوف الشغلة شغلة مبدأ لك لحظة إذا بتريدي أنت سوزي قاعدين في عالم مطعم خلص أنت قريتي النص أنا وياكي بنكون عم نلتقى فيه مو معقول يعني كثير لو سمحت يعني يعني قصة مبدأ قصة مبدأ هلأ اللي مبدأ بالفن ما في مبدأ خلص الموضوع سوزي الله هو بترجع لك من الأخير أعطيكي دور الشريرة وهي دور الأميرة تعال الموضوع أنا مخرج مسرحي ما بتناقش ما بصدق انه مخرج بدي ما بدي انت شوف على راحتك استاذ سعيد انا جاي ما والله العظيم ما بدك لا تشتغلي على راحتك في مليون وحده غيرها شو انا في مليون وحده غيرها لا سوزان صديقتنا ما لا هي هلا بترضى 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 ما شغلي ليش هيك انا بقوى جد انتم ما عارفين القصه والطريقه لحظة لحظة خلص هي بالناقص من العمل ما بي... لا ما بيصير موقع عقد يا سيدي تخيلت لك مشهد شفت المشهد الأخير يا سيدي إذا بتوقف في... بعدين صوتها حلو فرجي المشهد الأخير إذا غنت فيه لما الأمير لما نادى زعبور أعطيني فيسك أعطيني فيسك شو عن جد أنا إيه شو سبحان الله غيروا فيسك أنت لو كنت مخرجة ما بتجيبيها بدالك دور الأميرة عن جد الفرجي لا طبعا ما بجيبها بدالي يعني بوشني انا الاخير الله انا على وش ما احلى شو بعدين يعني المبتدئ لحاله حيثبت حاله بس خلص اوكي مبروك بعدين ما بدهم حدا شيء معروف ما بدهم يعني ما بدهم يحرقوا العمل مو هيك اي طبعا هلا بالحاله هي ما معروفه يعني خلص هلا كلنا بعضنا ما لنا معروفين يعني لا 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 خلص بس الفكره فرصه سعيده لا لا انا لحظه عم احكي اذا بتريد ولا ما بسمح بالطريقه سوزي ما بزر حكي بطل نزلي بكرة على البروفات في بروفات بزي أول مشهدين انت كتير سينية وكتير هكي بنوتة كتير كتير منحرك المشهد الأول انا كتير بسطلع اسمع انا لحظة لحظة انا شغل ما رح اشتغل لا بدك تشتغلي لا ما رح اشتغل طبعا في عقد جزائي بعدين عند الفستان الأبيض يلي انت بين قوسين كاتب تلبسه أثناء الحفل ما دخل عندها. انا ما دخلني في عقد جزائي في عقد بكره في بروفا بعد بكره مو بكره بعد بكره حاعطيك مهله نهار رجع تحفظ الدور الثاني بعد بكره بروفتك الساعه 4 انت عندك اختبار بعد بكره بروفا انا كثير اسف مالك سوري سوري كثير يعني اعتذري لا اعتذري ما بيصير ليك هي اسمها قله ذوق وقله مبدا انا اعطيك مصاري عم طالب مصاري مصاري انت عطيتني اياها ما بعرف ابغى اجي بس
مصاري. طب يلا وين المصاري؟ مصاري شو؟ انه انت تهي سوزي بليز يعني تهي سوزي. طيب انت اذا بتريد عم احكي فيني اقول لك شغله بس انا جاي معي. لا ما بدي تحكي شغله لصالحك. فيك تسدي اذنك او بليز يمشي الحال. طيب تكون معنا بالعمل كمديره منصه. مديره منصه بيمشي الحال. انا والله بدي اياها. لحظه لحظه عم تحكي كثير يا زلمه. كثير عم تحكي انت. انت متبنيه المنصه. لا 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 خلص مديره منصه. خلص بحكي مع عمار خلي عوضه. لحظه مين انا؟ ايه مين انت؟ معفو منك يعني طرح منك طرحوكي عليك طرحو عليك من القلة مالك علة بصراحة يعني عفو منك خلتيني احكي شغلي ما بي يعني هو 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 استاذ سعيد صريح زيادة شوي 500 ورقة على العرض يعني من الاخير نفضح حالنا قدام العالم في عالم عم تفرج علينا عم تمزح ما عم بمزح انا ولا شيء عم تمزح لك الله يرضى عليك لا بليز انا ما بدي اعصب انا ما بدي اعصب ما بدي ما بدي ما بدي دخلتي ارتفع انا كثير متضايقه ما بعرف هلا بالنسبه للايا الف بيمشي الحال شو الف احنا متفقين وانا ما بدي اتفق معك على العرض على العرض ككل ايه يعني بعد ما لا لا كل مسرحيه بتعرضيها معي قديش بتعرضي شيء 3000 يلا قدمي على حسب 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 انت كثير شيء مميز 3000 وانا عم باخذ خمسة سوسي عن جد انت غيرانه انا كثير زعلانه ليه بدي غير منها ما الله خلاني مش بحاشي لحتى غير عن جد غيرانه منها لا انا اللي اكتشفته اني غيرانه منها وبدك تنجمي عليها للمخلوقه وبدك تكبتيها عشان هي ما تزعل يا انت ظريفه طب قديش بدك على الوجه دخيل الله انا كثير زعلانه طب قديش بدك كثير زعلانه لا اذا عم بجوز المصاري لا ما بجوز مسخره قاعد قدام انا وانت اسمح لي سمير كلكم صرتوا مسخره هلا لا ما انت مسخره لا انت مسخره انا هاي مسخره على شغله انا ما عاد شغله بعرض عندي اصلا ما بعرف انك تفوتي على على بروفتي روح بسكر اخر انت ما صار فوت على المحاكم اعطوني بليز يعني يعني بليز تضرب بشكلك انت اللي بده يشتغل لا تغلطي لا تغلطي لا تغلطي انت لا لا ما بتشرفني اصلا حافظه مشهدين حافظه مشهدين على فكره نهايه المسرحيه وخلص ما عاد وحياتك بتلعبي دور الاميره واللي ما عجبه هي الاربع حيطان بيطرح راسه بحيطان اربعه واللي ما عجبه الله معه والباب يفوت جمال وانا الباب بكوت جمال والعقد بلو شراب ميت رجعت لك النص بدي ناسبك فيه وما رح رجع النص هلا بتكتبوا بقرب حاويت زبالي لا اذا بتريدي انا نصوصي ما بقى عندنا زبالي اللي ما بيعرف يقرا هو بصير زبالي محفوظ تحت اذا بتريدي والانسان اللي ما بيحترم كلمته ما رح لك شو بيقول لا معلش لا قولي لا لا بكون زبالي لا اذا بتريدي اذا بتريدي اذا بتريدي اذا بتريدي اذا بتريدي وانا يعني انا عن جد خجلانه من نفسي اني قاعده انا 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 غلطت انا غلطت اني انا جبتك معي على مسرحيه ما بشرفني اني طالعك على مسرح ينكتب عليه اخراج سعيد حناوي صار وقت البروفا استاذ خلينا نحن لا 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 تمشي هي لا لا تفضل والله لا ما هي عيديه مره ثانيه شو رح اسوي عيديه مره ثانيه وشو شو راح اسوي لا عيديه عيديه ليش عيديه خلاص 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 عيديه مره ثالثه وشوف شو راح اسوي بعرفك اكابر انت مو معقول يا زلمه لا عيديه مره رابعه شوف شو راح اسوي قسما بالله ما بشغل اصابيع الخمسه يا ما بعرف انا انه هيك العالم شلون بعد عم اقول لك العالم شو هالمستوى التافه لا تقول مستوى لا تافه يلا ما انا قاعد هون يلا نطنا نطنا ما بدي ازعجك نطنا ليش عم تاخذ مو شاطره ممثله مو شاطره ممثله ولياقه ليش عم تاخذ تعطيل يلا نطنا لا تاخذ تعطيل خلاص يا حبيبي جايب ممثلة على فكرة هاي ممثلة انا ما بليز اذا بليز انتي ليك لوين وصل المستوى اوكي ليك لوين وصل المستوى ليك لوين وصل المستوى الفني عزيز مستويات جايب مسرح اطفال على فكرة انت مسرح اطفال انا ما لي علم انا ما على فكرة انا ما علينا انا ما اتفرج علينا ما توقفين عرفوك على هالقيتين نطي نط ما ننبعد ما انا اللي بعد ما بدي ما بدي ما ننبعد بعد مسكتي بعد تعال طيب 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 طيب
الشباب؟ لا لسه. ها؟ مرحبا شباب. شباب. بس تحاسبونا. لا لا هلا لأنه في ناس عم تجي وتهرب. فأنتوا باينتكم كنتوا تلعبوا تهربوا. اعطونا اعطونا 500 شباب. قديش هات تحتيني احجزها؟ حجزتها. ركض خلاص بعد اذنك. طب اعطونا هلا. هي 200 لا 200 رهن 200 300 500 شو رهن؟ ما بلعب انا. لا مو رهن. خلص خلص بلعب. حسام اعطيني ها ما حجوز حجز ها هاي حجز ليك ببلعها 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 ما بتلعب اعطينا 500 لانه اشكالكم بايكم بدكم تلعبوا وتهربوا عم بتصير معنا هي القصص كثير ببلعها 300 معلم 300 و200 بضل خلص رهن ها انا بعطيك 300 اعطونا 300 يلا اعطونا 300 يلا شباب يلا يلا معلم مشان تحاسبونا مشان لا تحاسبونا مشان يلا عم نلم حساب جهز ال 500 يلا ليكوا ليكوا لا حساب الطاولات احسن ما تجي تعملوا وتهربوا تلعبوا وتهربوا هلا بتمشي لا حبيبي لا الله يرضى عليك اه لا لي لا لي لي ايه شكلك مو تبع طاولات لا شو كراسي شكلك مو تبع طاولات شكلي كرسي ما بتقرب على الميزات اكثر عود على حسام تصرف معه مين اللي صرف انت اللي بدك تعطينا مين المراجل اللي صرف مين اه مين المراجل مو المراجل لحظه مين المراجل اه لك على مراجل لك هاي الشباب معي هلا بيدحوك قتله خلاص هلا بيدحوك قتله الشباب الشباب بيدحوكم قتله هلا معي خليني ضحونا قلت لهم عاملينهم على الميزات قال ما تكسروا 300 اي والله ما بده حي يقدر شورو ضحوا ضحوا قلت لي 300 بلا اذا سمح انا على الميز عم اقول لك على 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 خلص طب ليك ضحوا قلت لي خذ 50 ليره خلاص شو 50 ليره يلا 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 ضحوا ضحوا قلت لي يلا هو هو هذا معنا انا البادي جارد هاي الشباب بادي جارد معي انا 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 شو هو البرنامج يعني ما اعرف مو برنامج هو برنامج كليبات يعني برنامج ديو كليبات شلون هلا انت والنجمه هي اللي بتبلش ايه هلا انا لا بدي انا مشان بدي اخذ ما انا ما بعرف ترحوا لي رامي موسى انا ما بعرفه يا حبيبي يا انت قلت لي بدنا نخدم يعني زلمه ايه هلا هلا بس ادراته انا ما بعرفه في مجال بس بعد بس ايه كلمتين بس تفهم استاذ جلال اول شيء جلال صديقي مطربين الصغار بحبون انا اصوات الحلوه عرفت شلون؟ اي فهي الفكره بس لاشرح له اياها استاذ احمد عرفت شلون؟ بس اقول لك جلال شغله هي انا المشرف فني بس على البرنامج طبعا وانت اللي بدك تكتب الاغاني انت بدك انا بظبطها انت بتعرف تكتب اغاني يعني انا مني المصاري ايه ده بس اشرح له ايه المصاري اخر شغلتنا كيف لا هلا انا بدي شغلك هلا ما في مشكله شرك ايه هلا المنتج والمخرج بنفس الوقت بس انا مش فاهم انت عارف عندي شغل كذا ما بس الموضوع بس هو عم ننقي نحن هلا في هي مطربه وانت مطرب عم ننقي مثلا ثنائيات ثنائيات هلا بدي اشوف استاذ مصطفى هلا مقطوعه هلا تفضل وصار فيك تحكي بالشغل تعرف شو الترتيبه بس
إيه بس استاذ مزعل يعني بدي اشوف هو مستوى صوته من مستوى صوت هي كمان انا ما فيني حط واحد بس انت عم تفرق هي هلا بالنسبه للطبقات استاذ بين النساء والرجال بتختلف عن اشياء كثير ما عندي بس انا بدي اياك قريب لها ما بدي اضرب لها اسمها انا كمان وكمان انا اسمي كبير يعني على راسي اسمه عالم هلا بجيب عالم ومنسمي اسمنا عالم بس يعني ياخذ فكره انا بحب اسمع بتعرف مزان انا ما بدي احط ليره طب خلص اوكي اوكي خلص هيك استاذ المصاري خلي لي اياها الاخير لا بقى تحكي فيها اخر هم المصاري اخر شيء المصاري سمعني شيء لانه بدي اسمع صوتك وصوتها صوتها بعرفه بس بدي اسمع صوتك بدي اشوف انا ما بدي يعني المعذوره طب الغنيه اللي بدنا نغنيها انا وياها دويتو ما فيني هلا اقول لك عليها بجوز تاخذها تعطيها لحدا ما فيني هلا باخذها بعطيها لحدا اي يعني ما فيني انا اسمع على حبك ناو اذا على حبك ناو بعرف شو لونه يعني جبلي مثلا ساحلي شو عادي طربية شو لا هي انت عندك لون هذا على الفال مو شو اسمه مو فال بالمقامات عجمي فال عجم فال عجم المقام يا استاذ مزعل كوبلي وهي إلى الاثنين يعني أنت إلك واحد بس كوبلي وبتصير يعني إنه معه إنه بتوقف معه كوبلي واحد بس هو الآن يصير كوبلي أنا كوبلي واحد أكيد بتصير دويتو الغنية خلاص بنحطها نحن نظبطها لحنا ما لك فيها يعني طلعني تكملة هيك أستاذ يعني ولا لا أول شيء بيسمع صوتك إذا سمعت ولقيت صوتك ممتاز بس تقلبها يعني صار أنا اثنين وهي واحد هي واحد هلا هي أنا مقتنع فيها بعرف سمع أنا سنة بعرف صوته بس بدي أشوف أنا المترو تبعك يعني وين بيرتفع تكتيبي بس بما شحنوا البطارية مش شحنوا ما فيني إذا ما سمعي بضرب بيروح علي نص ساعة بدفع $1,000 بهالنص ساعة يلا شرف بدفع عنك استاذ ما في مشكلة هلا ما بدفع هلا بتلي شوي تاني معك 50 ورقة قول يا رب بجوز أو بمزح بمزح يا زلمة يلا يلا بسمعك موال يعني ولا بسمع غنية ولا شو هلا أنت اللي بتعرفه هاي اللي مش عارف كل شيء الدويتو تبعي أحبك نار ضاوي على القمر غنية فيها يعني لك دعيني دعيني يا قبر أحفر ترابيك لك دعيني دعيني يا قبر ولك أحفر ترابيك كرامة عين هل نايم ولك ترابيك يا حسام تنام الناس وعيوني والله تنام الناس وعيوني ولك ترى بيك تهنى يا قبر فيك يا احباب حلو 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 شفتك احسن من هيك لا بدي اسمع الاعلى عندها صوت العالي بدي الطبقه العاليه شو بسموها هاي هلا بدك تساله عن طبقات وما بتعرف جواب من برا لا انا دافع مصاري انا هلا عم جيبه بعطيه لا تقول لي سيره المصاري يا استاذ حسام يعني خليني اياها بالاخير هاي المصاري ما بدك تقبل ما بدك تاخذ اجراء لا ما بدي هاي راح شوف مصاري بس بدي الطريقه كذا تفوا على الشغل انا بس دايته مش بس شو صار بالطريقه شغله المصاري خليني اياها اجرب شو بدك هذيك طيب يلا سمعنا الجواب انا بدي خمس دقايق بس لاسمع جواب شو عجبني بكمل معه ما عجبني بقول له الله معك قول يلا يلا والله حاسس حالي سوبر ستار استاذ مصاري الو خليك معي شوي ايش رايك لحظة شوي خلص ألو ما صار جبلنا إذا في حدا كمل إيه يلا تفضل أستاذ جواب الجواب شو أستاذ يعني طبقة أعلى أعطيني جواب الجواب هاي سقفي أنا هاي سقف الصوت هي الأغنية فيها جواب الجواب أنا بمشي معها شو ما بدها بمشي معها لا هي بجوز تعلي أكثر منها خليها بتعلي إذا جاب تلمي كتر خير الله شو بتجي أنو مي جواب جواب مي هيو شو ما طلعتوا ما عمي لوين ما طلعتوا لوين هي بالنسبة الجواب النسائي ما بيعمل أخي كل العالم مطربين هلا بوقف بالمراية بغني أنا بقول مطرب والله صدى الألحان والأشعار منقول سجلها من جاي بس يعني سجلها خذ راحتك بس بدي جاي اسمع جاي اسمع يا استاذ لك ساعه عم تحكي لي مصاري ودولار و1000 دولار وما بعرف شو كذا بالاخير عم غني لك جرار كل شيء لا خل يا اخي خلي زلمه جاي اسمعك انت جاي تسمع هو ايه خلص خليه غني غني ودايقه بس احكي اسمعني يعني بيعرف بيعرف صوتي يا استاذ اسمع 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 لا لا بسجل على الموبايل سجلهم
عمل بس على الموبايل لك بسموا اياها ما ترجع بس انت خلينا بس نشوف بالضبط نعمل عشان نظبط اللقاء شو خلاص غني يا هاي معك انت موافق عليك بس باسمع انا ماني موافق معي لا 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 بس اسمع هي اللي غناها يا مدري يا صدري انت شو دخلك هي شرف استاذ في مطرب وفي مكرب مكرب شو هو؟ مطرب ومكرب مكرب مكرب شو هو مكرب؟ يعني في واحد بيسمعك حلو في واحد بيسمعك تهاز لا 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 بس جعير لا أنا يعني جعير هيك لا جعير ما لك لك هلا انت عجبتني في شغلات حلوة في شغلات وقت عم تعلي عم يروح معك التربه تبع يعني لا لا التربه شو بدنا فيها التربه تبع عم يروح معه حزير شو يعني احسن محرك تبع السياره مزبوط والله اشيت امبارح هلا مزبوط يعني عرفت هلا بيغني ايه وخلص اوكي بنعمل عقد اسمع لي انا مالي جلال ليه ما شو جاي من هلا ما انت فرضته علي مو انت قلت لي جلال شو بفرض ما بفرض يا استاذ بسام الله هو اللي قال لي قال لي مشي قال لي نعم يشتغل وحياة عيوني ليش هيك؟ بالك والله العظيم انا اجيت بتعرف يعني خلص يا اخي يا اخي شباب شباب يلا جاهز شباب يلا خلص جهزوا شري 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 عمي عم روح وقتي انا على خلص يلا شباب يلا جاهز لا تضيع وقتك ولا كل شيء لا لا جاهز شو بدك تظبطنا يعني مشان ما بدوش شباب شو يعني ما عندك قدرات؟ لكن بلا عنده قدرات هلا بسوي لك كريم انت خالصين 5-4-3-2 اوكي رح ساوي لك كليب مع انت وياها دوت حلو رح اسمع هاي الشغله منه مشان كمان انا بقدمها عرفت خلص اوكي مشان اذا توافق اوكي هلا انا موافق مشانه خلص ايه. خلص يلا اعطينا استاذ قول يا رب غني خلص عندي يلا غني تفضل مش يا تفضل خلص روح ما بعرف شلون يعني تفضل يا رب تفضل هلا هاي المقابلة جلال لا هلا بلشت هلا بلشت سؤال كذي بدي اسمع منك اول شيء مشان اسالك شو بدك تسمع مني يعني بدي اسالك شو شو مساوي انت كليبات شو مساوي اغاني شو الوضع غني لي واحد منه تفضل سمعك شيء يعني؟ سمعني من كليباتك إذا طيب أين يرى جلال؟ جلال شو شغلك؟ شو جلال؟ جلال شغلك؟ طول 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 اول شيء هي الكاميرا اولى اللقاء هي الكاميرا البرنامج اسمه بلون كاميرا في انت ضربته هو يا رب اهلا وسهلا فيك لقصد الالحان والاشعار منقول لك المعري صار عبر البشر ولك منقول والله ونحن الكل قروب ضروب وهروب ولك من يقول لك اهلا وسهلا يا ابن رمضان حلقتنا اليوم خلصت خلينا نودع المشاهدين بنودعكم على امل نشوفكم بكره بحلقه جديده من دروب وهروب يلا باي باي, باي. دروي ليش تزعل حالك اسحوم تخطر على بالك لو عرفان اللي مخبالك لكن تربي رسمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليت خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بكل حنية عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي خباي الكاميرا
تعبت مليت